اجملنا النقطه دي. البعض يقول اوكي نتائج جيده، لكن الاداء، احنا قبل كده كنا بنقدم اداء افضل حتى لو مش بنحصل على نتائج بنفس الجوده. طيب الاداء ده في عنصرين، العنصر الاول متعلق بالخصوم، ان شئنا ام ابينا الكوره اتطورت وخصومنا بقوا افضل، لان العناصر اللي متاحه عند الانديه بتاعت الخصم كلهم اغلبهم عناصر محترفه حصلوا على قدر من المعرفه والتعليم والتطور في الكوره والتكتكس بقوا افضل. احنا قبل كده كانوا هم افضل مننا بدنيا، احنا كنا افضل منهم مهاريا، واحنا الاذكى تكتيكيا. وعي التكتيكي اعلى بالظبط طبعا. في اللحظه الحاليه هم اقوى مننا بدنيا، اوقات اعلى مننا مهاريا، وبالتاكيد هم الاذكى تكتيكيا دلوقتي. مع كامل احترامي، اللاعب اللي حصل على معرفته التكتيكيه من مصر مش هيكون زي اللاعب اللي حصل على معرفته التكتيكيه وهو بيلعب في البريمير ليج او بيلعب في الدوري الاسباني او في الدوري الفرنسي او الدوري الالماني. هنا 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 واحده من النقط الراجل ده حط ايده عليها، ان مستوى الدوري لا يؤهل، لا يؤهلك انك تطلع لعيب دولي. لازم بقى نقعد كده ونشوف منظور العام بقى. منظور العام بالظبط كده. عندك نمره واحد، مستوى الدوري لا يؤهلك تطلع لعيب دولي. ليه مستوى الدوري لا يؤهلك تطلع لعيب دولي؟ قول بقى كتير، عدد الفرق، عدد الانديه زياده عن اللزوم، تلاحم المواسم، تصفيات كيروش ان هو يقلل عدد انديه الدوري، تلاحم المواسم، كواليتي الاجانب اللي بيجي ما بيرفعش مستوى المنافسه. انا ضد تقليل عدد الاجانب، ولكن انا جدا مع انك تعمل ضوابط للاجانب الموجودين في الدوري. زي البريمير ليج على سبيل المثال، لازم نسبه مشاركه مع منتخب بلدك. بص يعني احنا لو قاعدين عشان في اختلاف، انا عندي وجهه نظر في النقطه دي برضو شويه مش مختلف، بس متفقين على ان الاجانب ليهم ضوابط عاليه. بص هتعلي مستوى المدافعين بتوعك ازاي لو لعبوا على مهاجمين اجانب كواليتي بتاعهم ضعيف، او فضلوا يلعبوا مع مدربين بيلعبوا كومباكت وكل اللي بيلعبوا ان هم بيستقبلوا الكره العرضيه او الكره الطوليه. ما هي واحده من التطوير برضو، ان ان المدربين يبداوا ياخدوا دورات تدريبيه خارجيه، سواء او اما تجيب لهم محاضرين اجانب في مصر او تسفرهم ويعملوا معايشه. انا اسف اجيب ان الجاب ما بين الانديه كلها والاهلي والزمالك بقت كبيره جدا، فاما ان انا دي امور ماديه، دي من ناحيه ماديه برضو ليها جوانب. واحده من اسباب الشكل اللي وصل له منتخب مصر ان الاتحاد هو حتى اللي مسؤول في وقت من الاوقات عن الانتقالات الداخليه ما بين الانديه. ما ينفعش يبقى عندي مثلا الاثنين في المنتخب في نفس المكان اهو، في المنتخب وبيلعبوا في نفس النادي، بيلعبوا في نفس الاثنين، واحد بيلعب والتاني يبقى بديل ليه. انا بديك مثال. فهي القصه ان المنظومه كلها في مشاكل كبيره قوي. معلش، هو رواتب الانديه اللعيبه في الوقت الحالي، هل كواليتي اللعيب عندك دلوقتي يستحق المبالغ والملايين اللي هو بياخدها؟ لا، من واقع الانتاجيه مستحيل. يعني انتاجيه اللاعب وتاثيره المباشر في ان الصناعه دي تزدهر، لا، صناعه الكوره بتخسر. واحد اهم اسباب خسارتها ان اللاعبين بياخدوا قيمه مبالغ فيها، قيمتهم الماديه لا تناسب اطلاقا المستويات الفنيه اللي بيقدموها، فتجب ان انت تعيد تقييم اسعار اللاعبين برضو. ازاي بقى؟ لازم تحط لها اليه لضبط الاسعار وضبط السوق. عايز الحل يا ايمن، عايز الحل لحال الكره المصريه بالمنظور العام. استثمر في المعرفه، استثمر في الافراد، في المنتج البشري بتاعك، استثمر ان يبقى عندك مسؤولين داخل الانديه وداخل اتحاد الكوره حصلوا على معرفه، حصلوا على دورات، وده بيحصل في كل مكان في العالم. احنا تقريبا او والمحيط بتاعنا اللي مش متطورين او مش قادرين ان احنا نطلع، يبقى عندنا مسؤولين حاصلين. مين موجود، مسؤول موجود في نادي حصل على دورات مؤهله في الاداره الرياضيه؟ عدد محدود جدا ونادر جدا وقليل جدا. هم الاستثناء مش هم القاعده. لو جبت بقى عندك داخل اتحاد الكوره وداخل الانديه مسؤولين حاصلين على المعرفه دي بشكل طبيعي، هيطلع وهيختار مدربين من قطاعات الناشئين حاصلين على قدر برضو من المعرفه، سواء المعرفه دي عن طريق انك طلعتهم بره خدوا دورات، او عن طريق انك جبت محاضرين يعلموا المدربين بتوعك في قطاعات الناشئين. بمجرد ما بقى عندك المدربين دول في قطاع الناشئين، هيعلموا اللعيبه بتاعتك افكار افضل، هيقدروا ان هم يكونوا بجوده افضل واحسن، فهتطلع عناصر فوق في الانديه افضل، فالمنظومه هتستقيم. طالما السيكونس البسيط ده ما حصلش، هنفضل على قد بطوله وعلى قد ماتش بنحاول نزق نفسنا نجيب حد زي كروش يحاول اي في الفرقه الجاكيتة والبنطلون عشان نوصل للنهايه او نوصل للمرحله النهائيه في الوصول للتصفيات كاس العالم. هنفضل بنقيف نفسنا طالما ما بدأناش من تحت. اخر حاجه في الجمله بس هجمل بيها اللي هو قاله، المنتخب الاول هو نتيجه بالظبط لكل السنين اللي قبليه، لكل المراحل السنيه والفئات العمريه اللي قبليه.